انا ناعس هنا انا ولادي وحده بزليل وانا سمعت خرشش فيا خصلي وصلت الدار افتح خرجنا كنجري ما لبسنا علينا ما لبسنا عنو معايا مورا العيد كبر اخوي الدار هذه 3 سنين دابا واحد خويص الدار وما لحدنا لا إلى دابا وأنا باقي نتيجة قلت له كلام واحد قلت له ما أضل من الساعة جالة سكن بوقفوا كل شيء وجيوا ليلة بك ساعة ما سمنا والو فيما قلت له عبد القيدة قلت له ميزانية والو الناس من المورة يصلحوا لهم ديار ديار الجامع المسجد هو عندنا هنايا وانا كنخاف كنخاف الصلاة هذه اللي على الدرب وغادي تطيح انا كنقولها ونعاودها هذيك الصلاة غير كيما طاح انا غتطيح حتى هي من الدرب لان مالت دخل علينا شي سواقة صح انت لقينا اذا ما عنديش فين نمشي طلع غير بسم الله الرحمن الرحيم انا الصغير محمد ساكن باب بن عمود مصدار رقم 4 انا نجت هنايا عندي 70 سنه في العمر ديالي خلق في الدار هذه في 2011 كنت بقى المرحومة المرأة ديالي كنت عندنا اضطراب بالإصلاح كان بقى القايل نادر ومن بعد جاو شي ناس شافوا الدار قيدوها بقاو كيجيبوا لابوس على الوفود كل مرة كيجيبوا تا النصارى جاو سبانيول بعد واحد الخطرة جاو سبانيول شافوا الدار كاملة كنشوف حالاتهم ملي كيمشي ما كيرجع فهمتيني ملي كيمشي ما كيرجع هادي واحد 3 سنين عاوزة واحد مقدم كان عندنا راس برتقال جا معاه شي ناس وجاو تافوها عملوا معايا مورا العيد كبر لخوي الدار هذه 3 سنين دابا واحد خويص الدار واحد نسيب عطاني واحد براك عند واحد الدار جلسة وديك الدار عاملة للبيع وعطاني خليني غير نزل حوايج راسك فهمتي وطلع ديك الحوايج تما وما لا حدنا لا إلى دابا وأنا باقي تما هذا العام هذا اللي هو الآخر ديال مارس شهر 3 أنا ناعس هنا أنا ولادي وحدة بزليل وأنا سمعت خرشش فيا خصلي قلت للدار غطيح خرجنا كنجريو ما لبسنا علينا ما لبسنا كنت ناعس هنا انا ولادي وحاسك عندي واحد الكلبه مربيها عند البيزي المان هي اللي فيقتنا ما احنا ما فهمناش وعفطلو زادنا عندي ضربتني براسها داك خسر هضر كنقول لها اش عندك هي حست لان الكلاب عندهم وحست بها طيح ايوا ما يفصلش كنصبر كنسمع داك الشيء خفيف عرفتها غطيح لا يسوي خرج لا غازلو انا اللي كنخرج من الدرب ويدهوز بقينا اللي ذاك احنا نتساقى عيطت على المقدم عيطت على القيدة قلت له واش كنسير نروح ولا شي حاجة لا قلت له في الصباح انا غنجي وفعلا جات القيدة ساعات القيدة جات في الصباح جابت معها شي ناس وجاو دخلوا شافوا الدار وانا نميز واحد السيد كان جا مع ديك اللجنة الأولى انا غادي نقول القيدة قال لي لا لا الدار هذه انا جيت لها زوج خطرات ومقيدة عندنا قالت لي قالت له كلام واحد قالت له ما الظلم الساعة جالة خصكم نوقفوا كل شيء وتجيو الليلة في مارس مارس شهر 3 الأخر ديالو يا سيدي
بك ساعة ما شفنا والو فين ما طلع العبد القيد يقول لي الميزانية والو والناس من مورا يصلحوا لهم الديار ديالهم فهمتيني مورا اه هنا في الدرب عندنا زوج ديار انا بقيت قبل منهم انا نقول لك 2011 صلحوهم وانا انت غير تفاح صفحت عليا الجامع المسجد هو عندنا هنايا وانا كنخاف كنخاف الصاله هذه اللي على الدرب وغادي تطيح انا كنقولها ونعاودها هذيك الصاله غير كيما طاح هذا غير تحت هي الدرب لان مالت وغادي عبد عباد الله ولا في لسانه من الموت وكان باقي العمر ديالي طويل ما نقدرش نحكم على واحد اخويا يكون جاي يصلي ما نعرفش شنو يهبط عليه وانا كنطلب من السلطان مع كل فباس في هذا تجي تشوف هذه المصيبه اللي حنا عايشين فيها صافي دابا تينا ملي خرجتي في ساكن انا عارف بالنسبه مع النسيب ديالي عطيني واحد البرلقه جالس فيها ودابا الدار عندو للبيع دابا مش عند الناس كيجيو يشروها اه صافي بقى الزهر ما عندي زيت انا ما عندي ملك ما عندي والو انا ولا كنقول عندي شي حاجه يجي يديوها صافي اللي كنقول انا عندي شي حاجه يديها بصحته يعني هادي اللي في راس مالك دابا هادي اللي هادي خلق فيها هادي انا خلقت فيها انا باقي عايش فيها انا ولادي انا اللي بقيت مع الوالدين ديالي حتى ماتوا هنا في الدار هادي وما عندي داير وانا دابا المطالب ديالي يجي يشوفوا الدار ولا غيصلحوا يصلحوا ولا يطيحوا يطيحوا ولا يشوفوا ما عندهم فهمتي ويفكوني انا ما بقاش معذب شي سوا دخل عليا ودابا الصيب حنا جوزنا واخا إلا مشيت وفاك ولا برا كنبغي غير حصير غير حصير إلا بغيتو تشوفوها يلا مرحبا بكم تشوفوها فهمتي هذا اللي كاين يا والله ساعات برا المسؤولين بغاو يفكونا أنا واحد الطريق إيوا الرسالة الأخيرة هي أنا كنطلب الله يشوفوا لحدنا فهمتي وما يخلونيش أنا مكرفص أنا دخل علينا شي سوا قاصحة فهمتي ويبقينا إذا ما عنديش فين نمشي والله غالب نطلب الله خير هذا اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.